بالله عليكم، أفيظن مسلم بربه الكريم الرحيم اللطيف الرؤوف بعباده جل جلاله أنه في شهر الخير والبركة يريد حرمان عباده من الخيرات والبركات التي جعلها سبحانه فضلا منه لعباده، عندما يأذن جل جلاله لأبواب الجنان أن تفتح وأبواب النار أن تغلق وأن تصفد مردة الشياطين؟ أيريد بذلك حرمان عباده من ذلك الخير وقد فتحت لهم أبواب المغفرة بالصيام في نهار رمضان وأبواب المغفرة بالليل في قيام رمضان؟ لا والله، ما هذا الظن بربنا الكريم سبحانه، لكنه إنما النظر إلى أن الله جل جلاله لم يجعل تلك المعاني من الخير والرحمة والنعمة والفضل محصورة بوجه من الوجوه، فإذا ما أغلقت المساجد ما نظن أبدا أن الرحمة قد زالت ورفعت، بل لا تزال مواطن الرحمة في وجوه أخرى كثيرة.